ايه المشكلة هنا يا مهندس؟ ده حمام، ده حمام. ايه مشكلته؟ المشكلة عندنا هنا ان مكان المغسلة مكان هو معارض لفتحة الباب نفسه. تمام، يعني اجي افتح الباب هيخبط في المغسلة. نعم، المسافة بين الجدار هنا والباب حوالي 95 سم. 95. انا عندي الباب نفسه اصلا 82. طب دي مشكلة، يعني مشكلة من الأول، إيه سببها؟ عشان أوصل وصلت لمشكلة زي دي. المشكلة من سببها هي توزيع توزيع القطع. ما كانش فيه كوردينيت مثلا. ما كانش المفترض إن هي تكون ده مكان لحط قطع صحية فيها. ده مكان لفتحة باب. نعم. فالمفروض المغسلة دي تتشال. نعم، المفروض تتشال، لأن الباب لو اتفتح هيقف معاك لحد ما تعمل المغسلة. فبالتالي بقت مشكلة. فالمفروض ادرس صح قبل ما تنفذ، اتاكد الباب ده هيفتح معاك ولا مش هيفتح. لازم توزيع الحمام بناء على المداخل وفتحه الباب. ممكن اعمل باب كورديون ولا يبقى مش عملي؟ مش هيبقى عملي ان شاء الله. ماشي، شكرا مزاحم، شكرا.